هذه الجبال ليست في كراتشي أو إسلام أباد، إنها في اليمن. سوف نردكم في هذا الفيديو عن وصول أفضل أنواع البذور المتواجدة في أرض اليمن. شوفوا هذا الكنس المفقود، لا تجدونه إلا عند محمد حجر. تابعونا على قناة المهندس محمد حجر يوتيوب. هذا اللي أيهم يا خبر المعدوم عندي أنا. بس مرهم 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 دولار. يلا باقي المي. وهذا البذور أتحداك تجيبها من أي مكان. أنا أتحدى أي واحد بيجيبها. شفتني وأنا ميت المجد الأيهم حصري لدى محمد حجر. أتحدى أي تاجر بيجيبها لكم. تواصلوا على الرقم. باي. هذا الفيديو برعاية المراد، المتخصصون في أنظمة الطاقة الشمسية المتجددة، الشركة الأولى والرائدة في اليمن في نظام الطاقة الشمسية. المراد، يد بيد نجعل للزراعة غد. للتواصل والطلب والاستفسار الاتصال على الأرقام الموضحة في الفيديو.